بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. من المبادئ التي ندعو إليها ونتبعها وننطلق منها مبدأ الاستفادة من الحضارات الأخرى، الاستفادة بالحكمة حيثما وجدناها وأن حصلنا عليها. وهذا مبناه أن الإسلام نسق مفتوح في مصادره في الكتاب والسنة، وفي تاريخه في تجربة المسلمين وواقعهم حيثما فتحوا قلوبهم وعقولهم للعالم واستفادوا من كل حكمة في الشرق والغرب، وأفادوا ولم يمنعوا أي علم أن ينتشر وأن ينتقل إلى العالمين. هذا هو حالهم في الكتاب والسنة حيث أمروا بذلك، وهذا هو حالهم في واقعهم التاريخي. أول آية في الفاتحة بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين. ومن هنا تأتي عالمية الإسلام، حيث وجه الله خطابه إلى العالمين: وما أرسلناك إلا للناس كافة. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العالمين، إلى كل أحد، حتى إنه قد أرسل إلى الجن والإنس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، هو رحمة حتى للسابقين عليه واللاحقين به، من آمن به ومن لم يؤمن. لم يكن رحمة لبعضهم ونقمة على بعضهم، بل هو رحمة للعالمين، لكل أحد من الناس. ويظهر هذا جليا وبوضوح في عقيدة المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري سوف يشفع في العالمين كلهم يوم القيامة، حيث يأتي الناس إلى آدم، ثم يأتي الناس إلى نوح، ثم إلى إبراهيم وموسى وعيسى، وكل واحد منهم يعتذر ويرشد إلى أخيه، ولكن يصل الأمر إلى سيد الخلق فيقول أنا لها أنا لها، ويذهب فيسجد تحت عرش الرحمن. كل هذه الأحاديث التي تصف مشهدا من مشاهد يوم القيامة تؤسس للعمل في الدنيا، تؤسس لأن نقول إننا نفيد ونستفيد من العالمين، وأن قلوبنا مبناها هذا النسق المفتوح، وأن هذا مبدأ أساس في سيرنا في هذه الحياة الدنيا. من المبادئ التي نؤكد عليها وندعو الناس إليها. كيف يحدث هذا من الناحية العملية؟ الحمد لله، من الله علي بأن اشتركت في تأسيس مؤسسة تسمى بالمكنز الإسلامي. والمكنز الإسلامي يهتم بأمور منها الانطلاق من القمم التي وصل إليها مثلا الخط العربي، الانطلاق من القمم التي وصل إليها التجليد، تجليد الكتب المملوكي، الانطلاق من الزخرفة التي وصلت إلى غايتها وإلى منتهاها في العصر المملوكي أو في الفن المغلي أو في الفن التركي، الانطلاق من هذا وإعادة
هذه الحضارة وإعادة اليقظة لها، لأنها لم تمت وإن كانت قد خبت ولم يكن لها الريادة، إلا أن الإنسانية كلها في اعتقادنا وفي مبادئنا تحتاج إلى هذه الحضارة لأن تعود مرة ثانية بما تشتمل عليه من رموز، وبما تشتمل عليه من جمال، وبما تشتمل عليه من رقة في المشاعر والأحاسيس. ولذلك قامت هذه المؤسسة والحمد لله رب العالمين وشاركنا فيها، قامت بتطوير الحرف العربي. كيف ذلك؟ لقد قامت بالبحث في الحرف العربي في الطباعة، وجدنا أن صندوق الحرف العربي الذي كانت تستعمله المطابع الأميرية في أول أمرها قبل تطويره كان يشتمل على أكثر من 1000 عين أو أكثر من 1000 شكل للحرف، لكل حرف. وهذا العدد جاء من أن الحرف العربي يختلف شكله، فمثلا الألف المفردة تختلف عن الألف التي هي متصلة بآخر الكلمة أو هي في وسط الكلمة، الكاف في أول الكلمة بخلاف منتصف الكلمة، بخلاف آخر الكلمة وهي متصلة، آخر الكلمة وهي منفصلة. هناك حروف تتصل بما قبلها ولا تتصل بما بعدها، مثل الواو والدال والذال والراء والزاي، وهناك حروف تتصل بما قبلها وبما بعدها، مثل السين والشين والعين والغين وهكذا. وهناك حروف لا تتصل بما بعدها لكنها تتصل بما قبلها، مثل الألف. إذن الحروف على أنواع، ومكانها في الكلمة يختلف في الرسم، وكذلك يتفنن الفنان المسلم قديما في رسم هذا الحرف فيرسم الكاف بطرق مختلفة. ولذلك عندنا خط يسمى بخط الرقعة، وخط يسمى بخط النسخ، وخط يسمى بالخط الديواني والريحاني والتاجي، إلى آخر أنواع الخطوط، نحو 40 نوع من أنواع الخطوط.